اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم على طريق ديوانية شومري، أيضا بالطريق وأنا والسيد الكفائي، وإلا أنه ذني البنايات ثلاث بنايات، هاي واحدة وراي، وذني البنايات اللي موجودات. يمكن السيد خليه يفتح الكاميرا عليهم، بنات الحسن، تمام؟ نعم. فذني سألنا أنه اللي موجود على هاي البنايات أنه ذني لا تابعات الأوقاف، وهن ذني بنات الإمام الحسن سلام الله عليه. إخواني الأعزاء، ذني بنايات وهمية، أقسم بالله بنايات وهمية. يعني هاي المغزى منعتها أنه جلب الأموال، فتح دكاكين. أنا هسه هنا وراء الخريف سبعون حكي، والله لا أخاف إلا من الله، ما أخاف لا من دولة ولا من شيعة ولا من سنة، ولا أخاف بس من الله سبحانه وتعالى، لأن مطيني إيمان، اللي يطي إيمان يطي شجاع، وإن شاء الله شجاع ما أخاف. عمي ذني بنايات وهمية، قسما بالله العلي العظيم وبكتابه الكريم، مغزاهن إنه يسحبون وجلب الأموال، فتح دكاكين مثل ما فاتح دكاكين عطارة. بنات الإمام الحسن، أي حسن منه؟ الإمام الحسن عنده خمس بنات، وحدة من عتن عند الإمام السجاد سلام الله عليه فقط، والباقي أربعة أمام الزوجات، وخمسة ماتن بالمدينة، خمستهن ماتن بالمدينة. لا يوجد للحسن بنات في العراق. إحنا شنو؟ ساعة تطلع لنا خضراوات، ساعة تطلع لنا زلابية، ساعة تطلع، وكل من فاتح. يعني هاي سارة بدي أسألكم بالله، أنه ثلاث بلايات، اكشف سيدنا، ثلاث بلايات خوش مستطرين سطة ذني بنات الحسن. أدري طقت بهن عبوة بنات الإمام الحسن، لما هاي كلها بنات الحسن، شنو صار الحسن؟ شنو يمشي ويخلف بس بنات؟ عمي احنا ترى بهاي القضية والله العلي العظيم وبكتابه الكريم جاي نشوه صورة الأئمة، جاي نسوه صورة الأئمة، نحاول نرفع من قدرهم بس ما نعرف اللي رفع القدر. أخي ذولا أئمة معصومين مفترض الطاعة، مو بهاي القضية. أنت تتكلم وتقول الحسن عنده بنات وتصف خاية أنه موجود الإمام الحسن عده بنات، لا مو صحيحه نهائيا، مو صحيحه، وهاي بنايات وهميه كاذبه. واسال من الله سبحانه وتعالى ان يفرج عنا وعنكم بحق محمد وال محمد. لا تنسونا بافضل الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.